أسماء ونعاني. هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا، لكم مني شكري واعتزازي على حسن استماعكم، وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، دمتم بخير. أسماء ومعاني. إعداد علي الغامدي، تقديم عبد الرحمن المشاري. أسماء ومعاني. ماجد فهد النعيم. الأخبار من إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة. خادم الحرمين الشريفين وسمو العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا تحطم روحية تابعة للبحرية الجزائرية. المملكة تبدأ أكبر حملة تطعيم ضد كورونا لجميع المواطنين والمقيمين. مركز المكس الملي غدا يوزع مواد وائية للنازحين من إب إلى مأرب وفي مديرية الشحر بمحافظة حضرموت. يوزع 540 حقيبة شتوية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، و1800 كرتون من التمور في مديرية القاهرة بمحافظة تعز. مركز المكس الملي لغاية يواصل توزيع كسوة الشتاء المحتاجين بإقليم خيبر بختون خوه في باكستان، ويطلق مشروع توزيع كسوة الشتاء المحتاجين في لبنان. أفاق واعدة تلوح أمام الاقتصاد السعودي ضمن قطاعات المستقبل في ملتقى ميزانية 2021. الحكومة اليمنية تؤكد أن وعود المتمردين الحوثيين لا تكفي لحل قضية خزان صافر. مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية تراجع طهران عما قامت به من انتهاكات للبنود. البرلمان الأوروبي يدين انتهاك حقوق الأيغور في الصين. وجون سوني يؤكد أن مباحثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي في وضع خطر. وأخيرا أكثر من 3000 وفاة خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة. واللجنة الاستشارية الأمريكية توصي بالترخيص أيضا للقاح مديرنا المضاد لكوفيد 19. نهاية الموجز، إلى اللقاء. إنجاز وتحدي وطموح. بنت الوطن برنامج يستعرض نماذج مشرفة لبنات هذا الوطن الغالي. إعداد وتقديم إيمان باحيدرة. إخراج أيمن العمري. روان الحميدي حمدان الخضري كاتبة صحفية شابة ولدت ونشأت في منطقة الجوف، حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة الجوف تخصص لغات وترجمة لغة إنجليزية، عضو بملتقى الإعلام الخليجي العربي الأول. شغفها بالكتابة والمواضيع الاجتماعية جعلها تعمل في مجال الصحافة وتنوعت محطاتها الإلكترونية. قدمت العديد من المقالات الاجتماعية التي تعكس نبض المجتمع وتجاربه. روان الحميدي من الجيل الشاب صاحب الطموح والإرادة القوية من أجل المشاركة في التنمية لهذا الوطن الغالي والمساهمة الفعالة في المجتمع وتطويره. هدفها القادم سيكون أيضا في الكتابة والإعلام لتحقق ما تصبو نفسها إليه ويصبح اسمها عاليا في سماء الصحافة والكتابة. وبداية سنستمع ماذا قالوا عنها.
أسعد الله مساءكم بكل حب وجمال. أنا والدة الكاتبة روان الحميدي. حقيقة أنا لاحظت على روان منذ كان عمرها 4 أو 5 سنوات أن لديها خيال واسع، فكانت من الأطفال يعني ذو الكلام كثيرا، وتتخيل بعض الأشياء وترسم أشكال هندسية على ورق. وأذكر أنه في أحد المرات أنها كانت تجلس بمفردها، لما سألتها ماذا تفعلين فقالت أنها تتخيل قصة وتمثل أدوار الأشخاص المتواجدين في القصة. ولما وصلت المتوسطة فكانت تقول لي أن الإنسان يجب أن يكون لديه بصمة وأن يعمل شيء ذو قيمة. فلما وصلت ثانوية آنذاك فكانت من الطالبات الممتازات والمشاركات في الأنشطة المدرسية. وأذكر أنه في أحد المرات اتصلت علي مدرسة لها فقالت لي أن روان لديها شيء وتحتاج إلى الدعم. حقيقة أشكر هذه المدرسة وأشكر هذه المدرسة من هذا المنبر، وأشكر هذه المحطة الهادفة، وأشكر من أعد هذا البرنامج لدعم بناتنا ولتمكين المرأة في المملكة السعودية. وشاكرة جدا جدا، والسلام عليكم. أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا وجدان الحميدي، الأخت الكبرى للكاتبة السعودية روان الحميدي. طبعا روان منذ الصغر وفي المرحلة الابتدائية المبكرة كانت ميولها ميول أدبية فنونية، وكانت موهوبة جدا بالكتابة الإبداعية. فمبكرا الوالد والوالدة لاحظوا عليها هذا الشيء فاهتموا فيها ودعموها معنويا وماديا، وهي كذلك اجتهدت على نفسها وصقلت هذه الموهبة. وكذلك روان لها أنشطة عديدة في المدرسة وفي خارج المدرسة، كانت دائما ما تشارك في الطابور الصباحي، وكانت كلمة المدرسة الأولى والأخيرة دائما ما تلقيها. شاركت في العديد من كتابة النصوص الإبداعية المسرحية، وكذلك شاركت في الغناء المسرحي والأوبريت الوطني. والشيء الخفي اللي متعرفون عن روان إنه صوتها عميق جدا ومبدعة في الغناء. وأنا أعتقد انطلاقة روان الحقيقية كانت في السوشيال ميديا، والحمد لله روان نجحت في مجال السوشيال ميديا وكان لها بصمة واسعة، ونتمنى لها المزيد من التألق والتقدم والنجاح. وشكرا لحسن استماعكم. روان منذ الصغر أحب الكتابة والقراءة. روان الشخصية القوية الصارمة في قراراتها. روان إنسانة طموحة تحب تثبت نفسها دائما واثقة من خطاها. وأنا شخصيا أحب أفكارها دائما مختلفة وجديدة. وأنا صراحة أشوفها شيء كبير في المستقبل بإذن الله في أهدافها. So good luck my sister. أختك لمياء الحميدي. أرحب بك أستاذة روان في إذاعة الوطن، إذاعة الرياض وبرنامج بنت الوطن. أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا فيك. حابة في الأول أشكرك على استضافتي وأشكر القائمين على البرنامج. تحية مننا إلى الجوف وابنة الجوف وأهالينا في الجوف. ويمكن نبغى نتكلم عن هذه الشابة التي ولدت ونشأت في منطقة الجوف. ماذا تتذكري روان من هذه الذكريات؟ نشأت في بيت يحترم العلم والثقافة ويقدرها جدا ولا يفرق بين ذكر وأنثى. من أب وأم متعلمين، والدتي ماسكة منصب إداري ووالدي مهندس وباحث زراعي. درست في مدارس الرحمانية الأهلية، ومن هنا بدأت انطلاقتي الأدبية والفكرية نحو عالم الأدب والثقافة. وأذكر في ذلك الوقت كنت مؤلفة ماهرة، كان عندي عدد من المشاركات وحاصل على شهادة تقدير. ثم انتقلت للدراسة في جامعة الجوف كلية أداب وحصل على البكالوريا في سنة 2017. تحديدا انتقلت إلى عالم الصحافة والإعلام، فكتبت في جامعة الصحافة السعودية ووظيفتهم المجتمع العربي. ما شاء الله كان في تفاعل كبير من القراء. جميل. روان، لو قلنا أنه تخصصتي في اللغة الإنجليزية وتخرجتي من جامعة الجوف بدرجة البكالوريوس،